وكان يمرض شحال هذا، كان يمرض بكري، كان لقاش دراسو وكان عتقوه وتمات وعبد حيا قطر عليه الحال، ولي يقولوا منك الملكه اللي كتلاقي عليا معاوناني مشات عليا 98 عام عنده في عمره، وعاد قطر عليه الوقت مشى لقاش دراسو في السطاح. ملي فقت من 8 غسلت وجهي طلعت السطاح لقيته معلق. داكشي جا مع عبد الله كان قعد حتى ولا هادشي كيولي ضرب لي في راسه، الدرجة ما لقيتش مكان، ولا كيقال بعض الطيحار يبغى يطاهر، حيديني القنانة ما رادين معايا كلشي، مشيت قلبت على صمتاق حزمتها في كازا تاع الدفا وقجد راسه. هو من قبل كان ناوي باغي ينطاهر شي 14 يوم بحال هكا، انا كنت في البحر وقالوا لي هما راه دار قرن الباب بغا ينطاهر، كان بغا ينطاهر. يا حساس ما تعطيكش خاطرك تشوف هادشي، ما تعطيكش خاطرك. انا ورا باك هذاك، باك هذاك ما تعطيكش خاطرك في تشوف هذاك الشيء. لقيتو معلق داير قنبه في راسو وداير مشنق، خرجت من الروح قاعد من دير. السلام عليكم. ناس محمد الوليد عدي سميتو كبور الشيب، وكان يمرض شحال هذا، كان يمرض بكري، كان لقاش دراسو وكان عتقوه وتمات وعاود حيا وعاد شويه عاوتاني، وهاد الايام بقى مشى عاش وعدو 98 عام عنده في عمره، وعاد قطر عليه الوقت مشى ديك جدراتو في السطاح، جدراتو في السطاح كيقطر عليه داكشي، قطر عليه تعصب داكشي. جا مع عبد الله كان قعد حتى ولا هادشي كيولي ضرب لي في راسه، الراجل ما لقاش مكان، ولا كيقال بعض الطيحار يبغى يطاهر. هادشي اللي كاين اخي، ما عرفوش حتى حدا، ردوا معاه البيت تاعي وما مشى حتى غفلهم. غفلهم اخويا القديمه كان مرض تاع القرايه، كان وقع القاري وتوصل وما لحقش، هو لحق بحال ما قلتي ما خدمش، بحال هذيك القضيه تألم فيها بزاف. هو دار هو كيقتل على راسو، كيقلب على الطيحار باغي كيطاهر، وطاهر جد راسو في العروبيه عندنا وتعتق، والعمر بقى عنده طويل. ما كانوا نجسوا منه، قالوا مات، جابوا في السبيطار شحال هو كانوا مات، عاود حيا وعاد رديني البال على الصح شويه عاوتاني، ولكن الطيحار ولي في راسه هو بقى ديما عايش معنا في الطيحاريه، ديما عايش معنا في الطيحار، في الطيحار الطيحار خدا كبر في الطيحار. مني عاوتاني مشات قطر عليه الحال، ولي يقولوا منك الملكه اللي كتلاقي عليا معاوناني مشات عليا، مشات بعد ما ندير في الدنيا، ولا كيقال على الموت، ولا حاضرين معاه ولادو، ولا حاضرين معاه بنادم خدام معاه. هذيك الدريا خرجات طلعتي مع الصباح فقتي، طلعتي طواليت، طلع خويا بوبري مسكين شافو بغا يعتق، بقى ماجد تكسل تما. هادشي اللي كاين دار صمتاق، دار صمتاق حيديني القنانة ما رادين معايا كلشي، مشيتي قلبت على صمتاق حزمتها في كازا تاع الدفا وقجد راسو. يا حساس ما تعطيكش خاطرك تشوف هادشي، ما تعطيكش خاطرك. انا ورا باك هذاك، باك هذاك ما تعطيكش خاطرك في تشوف هذاك الشيء. ما قبلتيه ما شاهدت عليه، ما شاهد ما قبل، جيت تطح قدامك شوف مقجد راسه، ما مش ياليك، مش ياليك. صقمه كبيره، صقمه كبيره، ما تقدرش تدن فيها في ديك القضيه، دنش. والمكتوب تاع الله والو، هادشي اللي جاب الله والو، فهمتني. هو راه داك هو بوانا، حنا بوانا هذاك خاطر مريض وداك الشيء راه بوانا، ما غاتقدش تقول لي باك شي حاجه خايبه. علاش غاتقول لي باك تقول لي حاجه خايبه؟ باك وغاتقول باك تشوفه بحال هكاك واقف هذيك الحاله ما غاتعطيكش خاطرك، ولكن هو مريض عنده راسك العصب كيجي كيقطر عليه كيقلبها في الطيحار، ما تدويش معاه، ما تقدرش تهضر معاه، خاطر تدوي معاه كيعطيك وقت تقول هذا صافي تحجي ما كاينه، ولكن طيحار اوكي بلانا في الطيحار. الفكر ديالو هو في الطيحار، بغا يطاهر، هي الفكر ديالو هذا هو المشكل. لا هو مهجوج بحال مهجوج عليه القلم، هكشي كيجي كيولي بنادم اخر، ما هو هذاك الطيحار هو اللي كيهضر، ولكن طيحار هو عنده طيحار، عنده شي حاجه في راسه هو اللي شاد فيها في راسه ديما، ولكن كيصح كينسى، ولكن كيقطر عليك شيء كيجي بحال لا كريز، ما اللي في راسه هو اللي غيدير، هو اللي غيدير، هذاك الطيحار هو اللي شاد في راسه هو،
82 فخ جات راسه هو من تما، وكان مشى مع اخوه البحر وقال لي خويا دفعني، قال لي علاش ندفعك اخويا، قال لي لا خويا بغيتك تدفعني، مشى البحر بغى يطاح، قال لي خويا بغى خوه بغى يدفع، قال لي كاين شي خوك يدفع خوه، ورجعوا جابوا بحالاته ديما الطيحار من تما ولا الطيحار كيقال بعض الطيحار كيهضر كيهضر بالطيحار، ولكن ما يهضرش معاك يقول كنطاح، هو كيبانسي كيفكر في هذاك البانسي، هذا الشيء اللي كاين. تزير عليه الحال دابا ما قعف ما عاف ما يدير، قعد تعيا داك الشيء اللي جاه جاه، ولا كيشوفها في القجيد في القجيد، ورادين معاه البال حاضينه، ولكن ما مشى تغفل غفل، مي يطلع الدري خويا هذاك اللي ترى فينا هو طلع غيحل ويحل السق، قام يجي طاح تماك، جاو الشرطة وجاو داك الشيء، داروا المسؤولية ديالهم ودوه دون تفنى البارح. أنا لقيته أنا لقيته ما الصباح، هو جيت الربعة الربعة بحال هكاك ولا الخمسة، كان ناعس كنت أنا ناعس، سمعته كيقرقف بالعكاز طرف 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 طرف، وأنا قلت أنا غيمشي على الفي سي ولا الطواليط وغيرجع، صدق هو طالع للسطح، من جيت 8 بحال هكاك أنايا فقت، من اللي فقت من 8 غسلت وجهي طلعت للسطح لقيته معلق، شديته حليته حطيته تمايا حدا الطواليط، قالوا لي الدار، قالت لي قالوا لي ما تقربش لي، قلت لي ما نقعد ما ندير، بديت كنغوت كنغوت، جمعوا الناس، ملي تجمعوا الناس جاو البوليس، جاو هذاك الشيء صوروه وكل شيء، وهذا الشيء اللي عطى الله. لقيته معلق داير قنبه في راسه وداير مشنق، خرجت من الروح قاعد من ندير، حليته حطيته الماء، وراه بقى في الحال، قلت لي ودي كحلتيها، قلت لي ما كاش عليك دير هادشي، هو من قبل كان ناوي باغي ينطحر شي 14 يوم بحال هكا، انا كنت في البحر وقالوا لي هما راه دار قنبه وبغى ينطحر، كان بغى ينطحر، من اللي كان بغى ينطحر حيدوا عليه القنابه وهذاك الشيء، قالوا صافي راه ما بقاش غايديرها، وهذاك الشيء اللي في راسه بقى في راسه، بقى تنطحر هو، وانا مريض شويه يعني. كي من ناحيه الكار وما كيتخصوا الكار وداك الشيء كيزعف كيزعف، احنا كنا نتفرجوا هنا في التلفازه، كنا التلفازه هنايا، كنت انا مخدم واحد البي سي، وجا هو جا هو ريح دايا تمايا تكا نعس، بقيت انا شاعل البي سي كنتفرج شويه، كنت كنلعب فيها طفيتها، ما جيت 11 بحال هكاك، خليته هو نعس وانا مشيت نعس، ملي مشيت نعس بهكاك ما جيت الربعة الصباح ولا هي الخمسة، ناض وتم غادي بالعكاز قراف قراف قراف، قلت انا راه غنمشي على الطواليط ولا شي حاجة، انت ما ظنيتيش بانه ما ظنيتوش انا غنمشي نطاحر، ما ظنيتش انا غنمشي نطاحر، ملي فقت انايا جيت 8 بحال هكاك، جيت تعطلت كنت موالف كنوض الفجار وهداك الشيء كونط كو طاقتو، تأخير غسلت وجهي مع الغسلة، غسلت وجهي طلعت السطح يلا تلفت بحال هكا كيبان ليا معلق، راه اش نقول لك، راه حالا ما تشافش، حالا ما تشافش، بقى فيا بزاف، وقلت له ودي ما ديرهاش ما ديرهاش الوالد ما ديرهاش الوالد، وحليته هادشي اللي عطى الله، فهاد الفوت دخلت لي هذيك سميتها العقده، دخلت لي العنقو العقده، مشات من الروح، خرجت لي الكشكوش، قلت بغيت نخوي لها الماء في فمو ولا داكشي، بديت كنغوت، قلت زعما نرجع فيه شويه الروح، ساعة والو روح مشات منه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.